Radio Med. العملاق هذايا الفني الكبير ما راهش في رمضان، والله غريبة. سمحني غريبة وعجيبة. شوف ماكش وحدك، برشا ناس وخاصة العائلات اللي كبرنا مع بعضنا، مع اللي كما كنا نحكيوا على السنوات اللي تمر، اللي عاشوا للمينات يقولوا لي وينك لمين، وينك في التلفزة، وينك السنة، ولكن في نفس الوقت يقولوا لي احنا قاعدين نشوف فيك على كل في المسرح. وتعرف المسرحية الجديدة متاعي اللي هي الليلة على دليلة قامت بجولة كبيرة ياسر. وآخر الجولة عملناها في انطلاقا من كندا دبي قطر وكل جدا. والحمد لله معتها تغيبت سناء ولا معتها لي أسباب معتها فنية. هذا هو السبب، لأن كنت في جولة الرئيس. في جولة في أمريكا، في جولة في دبي، في قطر، هذا علاش. وحتى في تونس، حتى في تونس يعني المنجين في الأعمال الرمضانية اتصلوا بيك على الأقل، اقترحوا عليك أدوار وإلا لا؟ تنجم تقول الكل. وانتون استثناء، وانت رفضتك. أنا مش رفضت، اعتذرت لأنه ما عندك التزام. لا اكزاكتو، لا خاطر أنا ماني خفت من حاجة، قلت خاطر ماك تعرف في دولاب الفن ودولاب الأعمال في مجال الأعمال الرمضانية والدرامية الدنيا ما عادش نجم تقيس المفاهيم، ما عادش نجم تقيسها. فنانين يقول لك لا هذا عنده الكلون تاعه، والاخر عنده اصحاب، والاخر عنده كذا. قلت لا معنا مين لا انا عندي صاحب واحد هو الابداع. الابداع هذاك صاحبي والعزيز عليا. اما لمين نهدي بقدر ما غبت عن الاعمال في رمضان، قلت كلمتين في برنامج اذاعي الدنيا اتهزت وتحطت وما تحطتش. أكيد يعني حاضر معناتها حاضر بالغياب، ورغم هذاك أثرت أكثر من دور في مسلسل رمضان. أي صحيح، لأني كما تعرف أعطيت رأي كما مسلسل أعطي رأي كل عام، معناتها ولات كالعادة هي، فهمت؟ يعني بعد البرمجة الرمضانية يجي لي من نادي في بالإذاعات نتاعنا. مش العام الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. وكل عام نعطي رأي ونحاول أني نعطي رأي بموضوعية. إي تراش معايا لمين؟ أنه الرأي أني قاعد الرأي. أخزر لي تبعك. تراش معايا أنه فنان ينتقد في فنان وإلا يعطي رأيه في فنان، فيها نوع من الإحراج. بالعكس أني يظهر لي ما ينجم يعطي رايه في الفنان الا الفنان، على خاطر انا نقول المواطن العادي ما يعرفش خفايا واسرار الابداع، ما ينجمش يعطي رايه كيما الفنان، خاصه الفنان اللي عنده تجربه والفنان الناجح. وتبدا الفنانين يختلفوا، اذا كان الفنان ناجح هو الوحيد اللي ينجم يعطي رايه، وخسرك يبدا رايه سديد وموضوعي وبناء. هذا صار في راديو ماد لهنا. وي التصريح نتاعك كان في راديو ماد. التصريح انا وقلت انا راني ما نخافش، انا ما نخاف من حد، ومش يبدا في بالهم الناس كل وعلى بينه وعلى علم اللي انا راني كيف نعطي راي ما نخاف من حد. اي كنت نجم تقولش وما نجمتش. كنت نجم ما تقولش عليه حرام، مش حرام ما نعطيش رأي. إيه؟ رديت الفعل. احنا مش عملنا ثورة باش نوريو نعطيو رأينا ونقولو الكلمة الحق. لمير رد الفعل زادة ما كانش متوقع زادة. مسيرش معبال. مثلا أليزي. كنت لمين تنجم تتجنب انك تدخل في مواجهة غير مباشرة مع مثلا سيدة منى الوقتي؟ لا هي شوف رغم انك بينت راو انا سمعتك مع هاتي وضحت وبينت. أنا تفاجأت لأني ما كنتش نتصور وما كنتش نتصور أن ما كنتش نتصور أن السيدة القديرة اللي أنا نحب ياسر أكيد هذا بدون شك مثل رأي عملاقة، حتى واحد ما يشكك في ذلك مع ذلك يشكك في ذلك فهو ليه. وأنا أقول لك حاجة، لأني نعرف تاريخ ونوردير راو الجيل الصغير مالوريزمون لأنه ما فماش توثيق وما فماش معناتها ما يعرفش ما يعرفش. أنا نعرف نوردير في كاليغولا نعرفها في الإبداعات لعلي بن عياد وقت تشوف يرمى. رغم هذاك لمين ما قولش تجرأت بالمنطق نتاعك أنت، من حق أي فنان أنه ينتقد فنان، لكن عملها ومسعد نعملها ومش نعودها اذا كان الراي العوج. قبل ريتك الدافع في المقابل دافع على ممثلين شباب، انا استغربت فيك قعدت بيت فيك، قلت الرجل هذايا حاجه من اثنين، يا متطور في ذهنه ومنفتح الى درجه انه معناتها
ينجم يكيل للقدم ويشجع الجدد، والا لمين هذايا مخضرم ما يعرفش فاش قاعد يعمل وفاش قاعد يقول. شوف باش نبداو متفقين، انا نحاول جاهدا اني نقول الحقيقه، وراي الحقيقه ديما مره ما يمر وتوجع ديما ديما الحقيقه، ولكن على لون اي، ولكن بعد مرور الزمن الحقيقه تبقى دائما هي الحقيقه ولا غبار عليها ولا غبار عليها. فانا كيف اعطيت رايي في السيده منى نور الدين اللي كما قلت لك انا نعودها مره اخرى، راني نحبها ياسر ونحترمها ونقدرها ونقدر معناتها مجهودات اللي قدمتها، وراهي قدمت الكثير للبلاد هذه في المسرح، وضحات زاد هي المراه هذيك راهي عملاقه، مش تقوم بادوار بركه، راهي عندها تضحيات كبيره معناتها. ولكن انا نقول ما كرهش كانت في السانكيام فولي بالنسبه للمسلسل اللي يبدو لي وكانه، وهذا اجماع شفناه انه بعد ما نجحش، معناتها كار وقف في الجزء الرابع. هي فلا معناتها انا غضتني اكثر منه معناتها. تقول انت غضتك غضتني انا مسلسل اكبر من هذا، اكبر هذا وضحته له بروحي، كنت معاه في التليفون كلمتهاش لا ما حكيناش امانة. هذه الحلقة اللي قاعدة تناقص انا لا ما نكلمهاش في التليفون، انا نكلم من خلال اذاعتكم مثلا باش يسمعها زاد الراي العام. أيه. فهمت باش ما تقعدش بيناتنا تحتسمس، تفهم برشا ناس تحتسمس يجيب لك والله ما قصدتش، حتى الفيتا يقطعك ويريشك وما عادش فيك ما يتبصر. لا انا هاو كيما قلت اعطيت رايي، نعاود نعطي رايي في الاذاعه حتى يسمع الراي العام، حتى يسمعوا الشباب، حتى يسمعوا معناتها روى. ما تنساش يا صديقي العزيز اللي قدوه احنا منى نور الدين وانا والناس اللي عندهم تجارب كبيره وخاصه تجارب ناجحه، راهم قدوه للجيل الجديد معناتها باش يبنيوا بناء معناتها صحيح. اذا كان احنا نقلطوهم زاد وما نقولولهمش الحقيقه ونحبوا نخبيه ونغطيه وعين الشمس باش نجاملوا ونجامل يزينا من المجامله لا فتنا هالمرحله دي. واضح لمين يلا خنبدلوا الساعه بساعه. عبد الله المريش اكيد راديو مات